المحاضرة دي بتتكلم على السيكشوال اسولز واهمهم الريب. طب لازم اعرف ايه هما السيكشوال ريليشنز. السيكشوال ريليشنز بالنسبة للهيومن بينج في حاجات ناتشرال وحاجات ان ناتشرال. حاجات الناتشرال في منها لوفول قانوني اللي هو الماريج ايزر ويز كونتراكت اور نوت اللي هو العقد الشرعي او العقد الغير شرعي، تمام. يا اما حاجات ان لوفول ودي بتبقى ويز كونسنت بنسميها ادلتري اللي هو الزنا، او without consent او against will of the victim فبسميها rape، تمام. الحاجات الـ unnatural بقى اللي هي يعني تتنافى مع الطبيعة البشرية، زي مثلا sexual intercourse مع animals، sexual intercourse between two males، sexual intercourse between male and female through the anus وهكذا. طيب انا بقى بالنسبة للريب في بعض التعريفات التانية بيقول فيها اللي هو carnal knowledge of a woman by man other than her husband، تمام. ده تعريف تاني برضو غير التعريف اللي معانا ده. طيب بالنسبة للintroduction of the penis it is necessary بالنسبة للcrime دي، سواء كان partial introduction أو complete introduction through the vagina. طب هل الإيجاكيليشن شرط؟ لا، with or without ejaculation مش شرط، تمام. فده بالنسبة لقصة الريب. طبعا الريب كرايم، أيوة الريب كرايم طبعا، لأن هو against consent أو against will of the victim. طيب عشان كده في مواد من قانون العقوبات يعني كانت اختصت الجزئية بتاعت الجرايم الجنسية والعقوبات بتاعتها، تراوحت ما بين أشغال شقة مؤقتة من 3 إلى 7 سنين في حد أدنى وحد أقصى حسب فاكتورز كتيرة طبعا في القضايا، وفي عندنا عقوبة إعدام. طبعا كل ده بيفرق على حسب الايج بتاع الفيكتيم والايج بتاع الاسيلنت. ايه علاقه الاسيلنت بالفيكتيم؟ هل هو من الناس الجارديان على الفيكتيم دي ولا لا؟ الايج بتاع الفيكتيم تشايلد غير ادلت وهكذا. هل في فايولنس، كان في تهديد اثناء الكرايم دي، سواء تهديد بالسلاح او غيره، او كوروسيف او فاير ارم او استاء او نايف او كده، او حصلت الجريمة بعد خطف. طبعا بتفرق خالص العقوبات. طيب لازم نعرف حاجة اسمها هتك عرض. هتك العرض معناها just to touch، touch sexually interesting areas in the human body ده يعتبر هتك عرض. For example مثلا fondling the genitalia of a child ده يعتبر هتك عرض. Just touching the female breast ال vulva ال sexually oriented areas عامة، تمام. طيب احيانا واحنا قدام الكرايم بتاعت الريب الاسيلنت يقول لا انا واخد consent من الفيميل to the act. طب انا دلوقتي الكونسنت ده هل هو free consent valid consent legal consent ولا illegal، يعني انا اعتد بيه في المحكمه ولا لا اعتد بيه. طبعا في شروط للكونسنت ده عشان نقول ان فيميل دي فعلا ادت كونسنت والكونسنت ده صح، تمام. لان الكونسنت ده بيعفي الما من المسؤوليه عن الكرايم دي، ما تعتبرش كرايم خلاص، يعني بقت قصه تانية خالص with consent، تمام. طيب لازم تكون above 18 years old، تمام، مش اقل من كده. لازم تكون سين عاقلة، يعني ما فيش منتال ريتارديشن او اي حاجة تقلل من المنتاليتي بتاعتها. لازم تكون كونشوس، يعني ما تبقاش تحت تأثير دراج او درينك او الكحول او انسيزيا او كوماتوز او الكلام ده، ما تبقاش اندر فرود. يعني ايه اندر فرود؟ يعني خداع، خداع عن طريق امثلة كتيرة جدا. ممكن يحصل ان شخص امبرسونيت الهازبند، تمام، او شخص يعني في الليجال مارج بيحصل ان هو ايه بيجيب ناس يدعوا ان هم المأذون وشهود يعني قصه كده متفبركه، زواج متفبرك، تمام. او حصل دايفورس بين تو مارد سبجكتس بس الهازباند ما ابلغش الزوجه ان هو ان هم دايفورسد، تمام. او احيانا بتحصل during sleep، يعني اتاك during sleep او during post epileptic auto يعني كوما او اوتوماتيزم. طبعا هي بتبقى ما بقاش الفولي كونشوس فما ينفعش اعتد بهذا الكونسنت، تمام. احيانا الفيميل تدي كونسنت بس مش حقيقي، بمعنى انها تبقى تحت تهديد، تمام، فير او ثريت، تهديد ليها نفسها لطفل معاها، او تهديد بنشر مثلا اسرار خاصه بيها، اوراق مهمه، صور ليها طبعا،
طبعا تهديد بإزاء ريلاتيفز ليها وهكذا. فبيبقى يعني كونسنت مشروط زي ما بيقولوا، فطبعا ده يعتبر illegal أو not free consent، لا أعتد بيه في القصة دي. فأحيانا أجيب لك السؤال بطريقة هل ده الكونسنت، أقول لك إيه شروط الكونسنت عشان يكون valid أو legal في حالات الريب في الفيميل، أو أحيانا أجيبها لك بشكل تاني إمتى يكون الكونسنت unlawful أو illegal ولا أعتد بيه. في الريب كرايمز أنا عندي victim وعندي assailant، بفحص الفيكتيم على حده والاسيلنت على حده. في ستيبس معينه لازم امشي عليها وانا بفحص سواء الفيكتيم او الاسيلنت. اولها واهمها ان انا اخد كونسنت، كونسنت فور اكزامينشن. الحاله بتتحول للطب الشرعي من المحكمه ومن النيابه، بس انا قبل ما امد ايدي عليه باخد منه ريتن كونسنت ان هو موافق على الفحص. تمام. طيب الكونسنت ده هيديه لغايه سن كام؟ لغايه سن 21 سنه بيديه بنفسه، يعني فوق 21 سنة. أقل من كده طبعا في بيبقى جارديان أو وصي بيدي، لأن في حاجة اسمها الإيج أوف 21 ده إيج أوف فول سيفيال رايتس، اللي هو بياخد كل الحقوق المدنية بتاعته، بيحط الإمضة بتاعته في البنك، من حقه يسحب أو يودع في حسابه، إن هو يكتب إقرار على نفسه إن هو هيعمل عملية أو موافق على الفحص أو موافق على الانفستيجيشن أو هكذا. تمام. دي معنى كلمة فول سيفيال رايتس. طيب بعد ما خلاص خدت كونسنت ببدأ بقى اخد ديتيلد هيستوري، هيستوري من الفيكتيم نفسها عن حاجات كتيرة جدا. الكلام اللي هاخده ده تمام بقارنه باللي اتقال في المحاضر الشرطة، وبقارنه باللي اتقال في المحكمة، وبقارنه باللي بيقوله الاسيلنت. تمام. لان انا بقول ان الريب، كل الكتب بتقول ان الريب الليجد تمام كرايم until proved otherwise، ادعاء ريب لازم نثبت الكلام ده. تمام. ان هو صح ولا غلط. طيب وانا بكتب منها الهيستوري بلاحظ بقى الفيكتيم دي قدامي، بلاحظ البيهيفير بتاعها، المينتاليتي بتاعتها، السايكولوجيكال كونديشن اللي بتحكي الاحداث دي. تمام. هل هي لا متاثره بيها ولا لا الموضوع عادي معاها؟ تمام. بلاحظ المينتاليتي بتاعتها، بلاحظ لو في اي افكت لدراج او درينك طبعا ممكن تكون هي تعرضت ليه مع الكرايم. طب بسالها عن ايه؟ بسالها عن الكرايم تمام بتفاصيلها، تمام، من ناحيه البليس والتايم والاسيلنس النمبر بتاعهم والمانر اوف اتاك بتاعهم، هل في ريزيستنس من ناحيتها ولا لا، هل في دراجز استخدمت هي شاكه فيها تمام، وخدتها ازاي اورالي ولا ايه بالظبط. تمام. هل حصل لوس الكونشسنس، هل هي كان عندها مستريشن في الوقت بتاع الكرايم، بالنسبه للانترودكشن والبنتريشن ثروز الفاجينا هل كان كومبليت ولا انكومبليت، هل حصل ejaculation ولا ما حصلش. فبسألها completely عن الايفنت وتفاصيله. بعد كده بسألها عن الجينيكولوجيكال هيستوري بتاعها من ناحية المينسترال سايكل بتاعتها، هل هي بتستخدم contraception ولا لأ، عشان بحط بعد كده احتمال البريجنانسي. تمام. بسألها عن البارتي والجرافيديتي بتاعتها، هل هي married or not، عندها children ولا لأ، وهكذا. تمام. الريسنت يعني آخر intercourse مع الهازباند كان امتى، برضو الهازبند موجود ولا مسافر، لان برضه بعد كده لما بيبقى في بريجننسي ببدا ايه اقارن كل الكلام ده باللي هي قالته، باخد سامبلز وهكذا بقارن هل هو البريجننسي ده نتيجه الكومبليكيشن، نتيجه الافكت بتاع الريب، ولا نتيجه المارج العادي وهكذا. بسالها برضه عن الميديكال هيستوري، هل هي عندها بتاخد ميديكيشنز لحاجات معينه، واخدت حاجه ريسنت ولا لا، هل عندها الرجي من حاجه دراجز معين، عشان بعد كده لما بطلب بلاد سامبل وبفحص فور دراجز ابقى عارف هي انا متوقع هي واخده ايه برضو، عشان ايه هل ده هيتعارض مع التستات بتاعتي ولا لا. تمام. بعد ما خدت منها الهيستوري بتاعها بسالها عن الكلوزز اللي كانت لابساها ديورينج الكرايم دي، باخد الكلوزز دي انا بسجلها كويس جدا، ايه هي الكلوزز بالظبط، يعني مواصفات الكلوزز نفسها، وبدور في الكلوزز دايما على حاجات مهمه، ستينز وتيرز. تمام. الستينز ممكن تكون بلاد ستين، سيمينال ستين، ستين من المكان اللي كانت فيه الكرايم، ممكن تحصل في ارض زراعيه فبلاقي مد او جراس، ممكن تحصل في ارض ترابيه فبلاقي اثار ترابيه على الكلوزز بتاعته. تمام. بعد ما خلصت كل ده باخد سامبلز، تمام، بلاد بتاع سامبل، يورين سامبل تو تيست فور دراجز، وبعد طبعا فتره من الحدث بعد تيست فور بريجنانسي. تمام. باخد سلايفه طبعا، كل ده بعمل منه ايدنتيفيكيشن للفيكتيم نفسها، جروبنج ليها،
واتعرف عليها، عشان بعد كده اي بلاد ستين هلاقيها على البودي بتاعها وعلى الكلوزز لا تنتمي للفيكتيم، يبقى هحط احتمال انها تنتمي للاسيلانت. تمام. بعد ما انا خدت الكونسنت بتاعي واخدت الديتيلد هيستوري وخدت السامبلز بتاعتي وشفت الكلوزز وحرستها وشفت ايه الداتا اللي موجوده فيها، هبدأ بقى اعمل اكزامينيشن. بدور على ساينز اوف ريب، بدور عليها جنرالي في جسمها كله، بدور عليها لوكالي في الجينيتال ارياز، وبعد كده باخد سامبلز طبعا تو تيست فور سيمن، تو تيست فور فينيريال ديزيزز وهكذا. نبدأ بالساينز اوف جنرال فايلنس اند ريزيستنس. طبعا دي كرايم متوقع فيه ريزيستنس بين الفيكتيم والاسيلنت الا اذا كان تشايلد مش قادر يقاوم، او في ميل عادي ممكن تبقى ادلت والبادي بيلت بتاعتها كويسه بس هي اندر افكت اوف دراج او درينك او تير او سوري سريت، يعني مثلا بيهدد بفاير ارم بنايف بكروسيف سبستانس، بيهدد بحاجه فهي مستسلمه خوفا من الحاجه دي، فممكن ما يظهرش عليها اي جنرال فايلنس او اي ريزيستنس عليها على جسمها. يعني بتبقى مثلا ان جنرالي اشهر حاجه اللي هي الابريجن والبروزز تمام والبايت ماركس، فبدور عليهم دول في جسمها كله خصوصا في الاماكن اللي هي سيكشوالي اورينتد او سيكشوالي انترستنج ارياز، يعني بدور على الليبس والانر سيرفيس اوف ذا ماوس نتيجه محاولات راف كيسنج او بيحاول ان هو يقفل الماوس اللي عشان مش عايزها تشاوت، يعني مش عايز انها تصرخ او يعني تحاول تستغيث بناس حواليها. بدور برضه على منطقه البريست، منطقه الباتوت، الانر اسبكت اوف ذا ساي، دايما منطقه الريست برضه بفحصها كويس جدا لان هو تراي تو جراسب الفيكتيم من الريست. بدور على جنرال وونز عاديه ابريجن بروزز، الابريجنز برضه الشكل بتاعها بيختلف على حسب هو كان، يعني مثلا عامل ستاتيك بريشر بالفينجر نيلز بتاعته اللي هي الضوافر فبتديه شكل سيمي ليونر، ولا بيعمل سلايدنج للضوافر في حركه تانجنشال على السكين فبتديك لينير ابريجنز. برضو بشوف البروزز، بشوف الايج بتاع الوونز دي يا جماعه، الايج بتاع الوون ده متفق مع الديت اللي هي بتحكي فيه ولا لا، هل هي دي ريسنت ووند ولا اولد ووند. تمام، لان انا كل حاجه بسجلها بقول يعني هل دي كونسايدنج مع الديت بتاع الكرايم ولا لا. تمام، لان هو برضو انا ارجع لقصه ان هو الليك دريب انتل بروفد اذروايز. طيب بعد ما خلصنا بفحص كويس جدا بقى، انا واخد من الهيستوري هي قالت ان الجريمه حصلت على هارد سيرفيس او على ارض زراعيه او كده، فبرضه بدور على اثار الحاجات دي. دايما الهارد سيرفيسز بتعمل ابريشن بروزس على الباك عند مكان التقاء العظم تمام نتيجه البريشر اجينست بون. تمام، برضه بلاقي ايفيدنس للستينز بتاعه الزراعه الارض الزراعيه الجرين ستيننج دي موجوده على الباك سواء كانت على الكروزس او لو ما الكروزس بتتشال بتبقى على السكين طبعا لو حصل تير في الكروزس او اتشالت الكروزس من قبل ما يحصل ايه الكومبليت اتاك يعني. وانا بفحص كل ده براعي زي ما قلت لكم الظروف، انا مثلا شايف تشايلد طبعا مش هدور على جنرال فايلنس في تشايلد، ما اتعبش نفسي ادور على حاجه مش هلاقيها. أضلت في ميل وقالت ان انا كنت يعني خايفه وكان في تهديد بكروز بفاير ارم، خلاص ما فيش فرصه جنرال ريزيستنس فمش هلاقي حاجه، فما تعبش نفسي في حاجه انا مش متوقع الاقيها بناء على الهيستوري اللي انا خدته. ما انا خدت هيستوري، في الهيستوري ده بنفي وبثبت حاجات تمام وببني عليه مش ببدا من الصفر. الماريد ويمن لو هي مش اندر افكت اوف دراج او ثريتنج او كده ستريتنينج لا بتقاوم طبعا، فبلاقي الساينز دي واضحه جدا فيها. بعد ما خلصنا الجنرال اكزامينيشن بدخل على اللوكال اكزامينيشن وبحط في اعتباراتي حاجات مهمه من الهيستوري برضو، الايج بتاع الفيكتيم، الفيرجينيتي هي قالت ان انا كنت فيرجن ولا لا، برضو قالت من الهيستوري حصل كومبليت انترودكشن البينس ولا لا، كل ده بيفرق في السيفيريتي بتاعه الايفيدنس اوف لوكال فايلنس.
يعني الشيلدرن الصغيرين بيبقوا في ديسبروبورشن رهيب ما بين السايز اوف ذا جينيتال اورجانز، فتوصل لمرحله سيفير تيرز في البرينيوم او حتى رابتشر برينيوم، ويحصل كونكشن ما بين الفاجينال اوبننج والانال اوبننج. تمام. طيب الادلت فيميل متوقع اكتر حاجه هلاقيها اللي هي رابتشرد هايمن او تيرد هايمن، لكن الماريد ويمن ممكن الاقي اللوكال ساينز مينيمالي او ابسنت. تمام. خصوصا في الاولد تيرز بتاعت الهايمن افتر مثلا مالتيبل تشايلد بيرس او مالتيبل ديليفريز وهكذا، فممكن الاقي الحاجات دي مينيمالي. تمام. طيب انا بفحص ايه في اللوكال فايلنس؟ بدور على ايه؟ بدور على evidence of local violence، برضو نفس اللي شفناه general wound, abrasion, bruises, laceration, bite marks في المنطقة بتاعت الجينيتال organs، وارد جدا نلاقيها. طبعا هحط البيش الفيكتيم في اي وضعية؟ بحطها في وضعية lithotomy position اللي هو وضع الولادة عشان اعمل full exposure للمنطقة دي واشوف كل حاجة فيها. تمام. فبلاحظ اي signs of local violence، بشوف اي stains موجودة على البيوبيك هير او على الساي سواء كانت فريش او درايد، وباخد منها عينات لان انا بشك انها سواء بلاد او سيمن، باخد واعمل في اكزاميشن في المعمل بتاعي. بشوف البيوبيك هير نفسه، بجيب زي مشط كده سنونه ضيقة، وبعمل كومبينج للهير لعل وعسى الاقي فورين هير او فورين فايبرز تنتمي للاسيلنت. ممكن الاقي سيمنال ستين درايد، سيمنال ستين عامله ماتنج او ملزقه كده البيوبيك هير في بعضها، فبضطر اجيب مقص واقص الجزئيه دي كلها واخدها وابعتها للمعمل عشان يفحصها. ببص بقى بعمل اوتورد اند فورورد اتراكشن للليبيا ميجور، ليبيا ميجور، عشان خاطر اعمل فول اكسبوجر لمنطقه الفاجينا والهايمن. تمام. دي اهم حاجه عندي، بشوف لو في لاسريشنز واضحه، في تندرنس، في سويلنج، في بليدنج، فريش بليدنج احيانا. ببص بقى على الهايمن، ده اهم حاجه، هل في تير في الهايمن ولا لا، التير اللي موجود ده ريسنت تير ولا اولد تير. تمام. دي مهمه جدا، بحدد في جدول مقارنه ما بين الريسنت والاولد تير، هيجي وقته هنقوله. تمام. فبرضه براعي في الاعتبارات الفاكتورز اللي انا قلتها في الاول وانا بقى. تمام. فاهم حاجه انا بفحص محتاجه ابص على الهايمن، حصل فيه تير او رابشر للهايمن ولا لا. في البيكتشر دي بنفكركم بالاناتومي بتاع الاكسترنال جينيتاليا للفيميل. اهم حاجه عندي الفاجينال اوبننج سراوندد بممبرين اسمه الهايمن. فايه هو الهايمن؟ سين ممبرنس ستراكشر partially closing، يعني ما بيقفلهاش 100%، لا partially closing الفاجينال اوبننج. فين بالظبط؟ في الفيرجن، لان يعني بعد شويه بيبقى لوست او حصل له تير في الماريد ويمن، وبعد شويه بيبقى لوست مع كل ديليفري بيبقى يحصل لوست. تمام. لغايه ما افقد تماما الهايمن. تمام. طبعا بنكمل باقي الاناتومي اللي هي ليبيا ميجورا وليبيا مينورا، اليوريسترال اوبننج انتيرور للفاجينا، وبعد كده ورا عندي منطقه البرينيوم اللي في الكونكشن ما بين الفاجينا قدام والإينس ورا. تمام. مهم اعرف ايه هي التايبس اوف هايمن عندنا في الشرع. التايبس اوف هايمن، وفي حاجه اسمها تايبس اوف هايمن اوف ميديكال امبورتنس، ايه انواع الهايمن العاديه وايه انواع الهايمن اللي ليها اهميه طبيه شرعيه، يعني يحصل منها مشاكل وقضايا بين الناس تستدعي فحص الهايمن، هنتطرق اليها في السلايد اللي جاي. اول نوع من انواع الهايمن اللي هو سيمي ليونر او كريسنتك هايمن، يعني الاوبننج شكلها ايه. يعني الانواع دي انا قلت الانواع دي كلها على اساس ايه؟ على اساس شكل الاوبننج بتاعت الفاجينا ازاي. تمام. طيب شكله سيمي ليونر او كريسنتك، يعني الاوبننج شكلها سيمي ليونر او كريسنتك، وده الموست كومون تايب. الاوبننج ممكن تبقى انتيرورلي بليزد، يعني ممكن تبقى من انتيرور ناحيه اليوريثرا اكتر، او بوستيرور ناحيه الانس اكتر. ده لما بيحصل first intercourse بيحصل له rupture او tear. فين بالظبط؟ عند الساعة 4 وعند الساعة 8، فبيحصل امتداد كده للهايمن ناحية الفاجينال وول من يعني posteriorly and laterally عند الساعة 4 والساعة 8. ده أول وأهم نوع. النوع اللي بعديه في الفريكونسي يعني الانيولار هايمن، ده بيبقى حلقي سيركولر اوبننج، سنترال سيركولر اوبننج، موجوده كده الاوبننج بتاعت الفاجينا في النص وشكلها سيركولر ريجولر من كل الجوانب. ده لما مشكلته بقى ايه؟ ان احيانا بيبقى سو وايد ودايليتابل ان هو الاو ان يحصل سيكشوال انتركورس
بس ما يحصلوش تيرينج. طبعا في هنا بقى الهازبند سسبكت في الفيرجينتي بتاعت الوايف، تمام، او في جرايم الريب حصل انترودكشن وما فيش تير في الهايمن. التفسير ان في، هنقول لهم ان في انواع من الهايمن تبقى الاستيك دايليتابل، وقال له ان يحصل انترودكشن او ستريتش مع الانترودكشن وما حصلش منها تير. ولو حصل تير هيحصل فين بالظبط؟ الموست كومن عند الساعه 6 بوستيرو، اللي ورا عند الساعه 6. وده اول نوع من انواع الهايمن اوف ميديكال ليجال امبورتنس، في مشكله تترتب على النوع ده اللي هي سسبكت فيرجينيتي اوف ذا وايف. نفس القصه بتحصل سسبكت فيرجينيتي مع الدنتيت والفيمبريت. يعني ايه الدنتيت؟ يعني في سيريشنز موجوده على الايدجز بتاعه الهايمن، تمام، فتشبه التيرنج. برضه نفس الفكره في الفيمبريتد هايمن، في فيمبريا كده طاغيه على الفاجينال اوبننج، على الاوبننج نفسها بتاعت الفاجين، فبرضه بيشبه التيرد هايمن، فبرضه سسبكت فيرجينيتي. عشان كده هو ليهم اهميه طبيه شرعيه، تمام، اللي هما باللون الاحمر وتحتيهم خط. طيب النوع اللي بعد كده نوع الكريبريفورم، ده بيبقى فيه مالتيبل سمول اوبننج شبه الغربال بيسموه سيف لايك، ده مفيش منه مشكله. في نوع تاني اسمه سيبتيت هايمن. يعني ايه سيبتيت؟ يعني انا عندي سيبتم موجود في النص كده في الاوبننج، سواء لونجيتودينال ماشي بالطول فبيقسم الاوبننج الى رايت وليفت، يا اما ترانزفيرز فبيقسم الاوبننج الى ابر ولور اوبننج، يبقى تو اوبننج للفاجينا مش وان اوبننج. احيانا السيبتم ده بيبقى كومبليت، يعني فاصل تماما ما بين التو اوبننج، او انكومبليت، تمام، وده طبعا ممكن ينتج عنه حاجه اسمها ديسبارونيا بين during sexual intercourse. طيب النوع الاخير برضو اسمه imperforate hymen. imperforate يعني no opening completely closing the vaginal orifice، وده ليه medical legal importance؟ ليه؟ طيب ما هو خلاص closed، بس مشكلته في ايه بقى؟ after puberty يتجمع menstrual blood، مفيش اي فرصة انه يخرج لان مفيش vaginal opening، فبيتجمع لغاية ما يعمل swelling بنسميه hematoculbus. يعني ايه هيماتوكولبس؟ يعني accumulation of blood في الفاجينا والسيرفكس واللور سيجمنت اوف زيتورس، مع الوقت gradual swelling للابدمن simulating pregnancy suspect يعني ان هو ايه unlawful sexual relation of this female. طبعا مشكله كبيره، طبعا ممكن تؤدي الى homicidal crimes، جرائم ممكن اهلها يقتلوها بدون ذنب. دي نقطة. النقطة الثانية ان البريشر من كتر السويلنج الموجود ده ممكن يعمل بريشر على اليوريثرا ويعمل اكيوت يورين ريتينشن، وتيجي في الاستقبال المستشفى صحة المرأة او المستشفى النساء، تيجي في الاستقبال بنت عندها 13-14 سنة جاية باكيوت يورين ريتينشن بسبب امبيرفورت هايمن. طبعا هنا بتستدعي عملية جراحية بنعمل بيها انسيجن للاوبننج للهايمن، ده بنعمل فيه اوبننج، احنا بنعمله ارتفيشال اوبننج، بتبقى شكلها كروشيت زي البلاس كده. طب العمليه دي بتتعمل كده بسهوله؟ لا، بتتعمل في مستشفى حكومي، بتتعمل ليها انديكيشن معينه. طبعا ان انتو جيت اوبننج للمنسترال بلاد ده انه يخرج وريليز السيمتومز اللي عند الفيميل دي. بعد ما تعمل عمليه بتاخد سيرتيفيكت شهاده انها عملت عمليه تخص الجزئيه دي، طبعا الشهاده دي بتحتفظ بيها هي بعد كده، ده دليل الفيرجينيتي بتاعتها بعد كده، تمام، عند زواجها او كده. فدي الانواع بتاعت الهايمن كلها، في منهم انواع ليهم اهميه طبيه شرعيه لان هم ليهم مشاكل اللي هم بنسميهم هايمن اوف ميديكال ليجال امبورتنس، تمام، هنقول ايه النوع وليه بيحصل منه مشكله. طبعا الصور اللي بعد كده التو سلايز اللي بعد كده بتوضح الصور المختلفه من الهايمن، سواء كان انيولر او سيمينيونر او كريبريفورم او سيبتم، سواء كان ماشي بالطول او بالعرض او امبيرفوريت تماما مش مفتوح تماما، او كريبريفورم في سمول اوبننجز مالتيبل سمول اوبننج، تمام. بتوريني برضه في صور بتورينا السيبتم سواء كان كومبليت او انكومبليت، في صور بتوريني شكل السيميليونر او كريسنتيك هايمن، الجزء المتبقي منه يعني شكل الممبرين نفسه سيميليونر او كريسنتيك، فبالتالي الاوبننج بتاعت الفاجينا يا موجوده قدامه يا موجوده وراه، تمام.
السلايد دي بتورينا شكل الامبيرفورت هايمن اللي هو كان عامل كومبليت كلوجر للفاجينال اوبننج، والبلاد اللي حصل له جوش بعد الانسيجن اللي اتعمل سيرجيكالي. انا بعمل سيرجيكال انسيجن بيطلع النستور بلاد اللي هو كان متراكم لفترات طويله في الفيميل دي، وبعد كده بتاخد سيرتيفيكت بالسيرجيكال اوبريشن اللي هي اتعملت. الجدول ده بيوريني الفرق بين الريسنت اند اولد تيرز اوف ذا هايمن. انا لما ببص الهايمن اقول في رابتشر، في تير، في لاسيريشن. التير عباره عن الرابتشر عباره عن لاسيريشن، نوع من انواع اللاسيريتد وون. فببص عليه هل اشوف الايدجز بتاعته فيها ريدنس، فيها بليدنج، فيها سويلنج، فيها تندر يعني بينفول بالنسبه للعيان للفيكتيم دي ولا لا، في بلاد كلوتس موجوده، بجيب تورش وبقربه بشوف هل في ترانسلوسنسي ولا لا، تمام، عشان افرق بين الريسنت والاولد تير. احيانا بيقول لي ان الاولد تير ممكن يوصل الفاجينال وول بالذات مع الريبيت الدليفري، فبراعي الفروقات. وانا لما بس بشوف الانجوريز بسجلها هل هي دي ريسنت ولا اولد، حتى اي ايفيدنس اوف فايلنس ابريشن بروزس لاسريشن الكلام ده بشوف الايش بتاعها هل ده متناسق مع التايم اللي الفيكتيم دي بتحكيه واللي اديته الهيستوري بيه في المحاضر الشرطه او المحكمه او كده ولا لا، عشان اثبت او انفي بعد كده. طيب السؤال الثاني بعد كده، امتى افحص الهايمن؟ يعني ايه الحالات اللي بتتبعت الطب الشرعي يقول له افحص الهايمن بتاع الفيميل دي وتاكد ان هو شوف لي هي فيرجن ولا لا، في تير ولا لا. امتى؟ اول حاجه الليك دريب. الليك دريب يعني هي تدعي ان حصل لها ريب، تمام. الموست امبورتنت ساين ان انا الاقي تيرد هايمن لاسريتد هايمن في الادلت فيميل فيرجن، دي اهم لوكال سنة انا بدور عليها. طيب احيانا يجي الهازبند نفسه الليك ان الوايف نون فيرجن، بالذات في بعض الانواع من الهايمن زي ما احنا قلناها من الانيولار او الدنتيت او الفيمبرييت، تمام. احيانا برضو الوايف نفسها الليج ان الهازبند امبوتنت انيبل تو بيرفورم سيكشوال ريليشن، تمام، وبالتالي هي الهايمن بتاعها انتكت. فتدعي الطب الشرعي اكزامن هل هي فيها تيرد هايمن ولا انتكت هايمن فيرجن، لان قصه الامبوتنس بتاعت الهازبند وقصه النون فيرجنتي بتاعت الوايف دي بتبقى causes for divorce، اسباب للطلاق اذا ثبتت. ليه؟ لعدم علم الطرف اي من الطرفين بها قبل العقد بتاع الزواج. فمهم جدا اعرف ايه الحالات الطبيه الشرعيه ان انا بفحص فيها الهايمن، تمام. اخر حاجه بالنسبه للفيكتيم، زي ما اخدت ستينز كده سوري سامبلز بلاد ويورين سامبل وهير سامبل، برضه باخد حاجات من اللوكال جينيتاليا، باخد اي ستينز بلاقيها اي ديستشارج بلاقيها لان انا بشك ان هو ممكن يكون سيمينال ستين، بس برضه ممكن يكون فاجينال سيكريشنز، تمام. برضه باخد سامبلز يعني سوابس، تمام، سيرشنج فور فينيريال ديزيز، تمام، انال وفاجينال سيرفايكال وهكذا، بس براعي الانكيبيشن بيريد بتاعت الفينيريال ديزيزز، فممكن نتيجه المعمل تطلع نيجاتيف، فبضطر ان انا لازم تو ريبيت لان في انكيبيشن بيريد لهذه الاورجانيزمز، تمام. برضو حاجه مهمه جدا يفضل ان انا اعملها ات تايم اوف اكزاميشن وبعد فتره بعد اسبوعين على الاقل اللي هي البريجننسي تيست، لان ممكن يكون من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الريب ان يحصل بريجنسي. طبعا الريب ليه كومبليكيشن خطيره، اهم اول حاجه واهم حاجه ان يحصل ديس للفيكتيم، ان توصل لديس. الديس ده ممكن يكون بسبب العنف الشديد في الجريمه دي، تمام، او ان الاسيرنت كان بيستخدم ويبونز زي الفاير ارم زي الستاب وهكذا، فعمل او عمل مستخدم اله راده عمل بيها سيفير هيت انجري للفيكتيم دي فادت الى ديس، فدي من ضمن الكومبليكيشنز. من ضمن الكومبليكيشنز لو هي ليفد اللي هو البريجننسي، تمام، فبحط في اعتبارات من ضمن الكومبليكيشن الترانسميشن اوف فينيريال ديزيزز، تمام. ودي لو انا لقيت نفس الديزيز ده عند الاسيرنت فبيبقى قرينه ضده مش في صالحه طبعا، تمام. فانا باخد العينات دي كلها بفحصها عشان بعد كده هقارن بالاسيرنت، تمام. هاخد السيمينال ستين دي واعمل منها
جروبينج، بشوف منها البلاد جروب بتاعت الشخص اللي هي جايه منه، تمام. بعمل منها دي ان اي بروفايل وبقارنه بالدي ان اي بروفايل بتاع السسبكت السيرنت اللي معايا، لو بثبت هل هو ينتمي لي هذه الستين ولا لا. نفس القصة اللي عملتها مع فيكتيم هبقى اعملها مع الاكيوزد بيرسونز المتهمين، تمام. برضو هاخد كونسنت فور اكزامينيشن، وهاخد ديتيلد هيستوري وقارنه باللي قالته الفيكتيم واللي اتقال في المحاضر واللي اتقال في المحكمة، وهطلب هعمل لوكال هعمل سوري جنرال اكزامينيشن. طب هدور على ايه؟ اهم حاجة بدور عليها الساينز اوف ستراجل، تمام، اللي هي الوونز اللي ممكن الاقيها على السيرفيس بتاعه، ابريشن بروزس بايت ماركس طبعا عملتها في الفيكتيم، تمام. هل في بلاد ستينز موجودة على الكلوزز بتاعته على البودي سيرفيس بتاعه، بقارنها بالستينز بتاعه الفيكتيم البلاد بتاع الفيكتيم. هل في فورن هير موجود على البيوبيك على جسمه على هدومه، او في فايبرز تدل على انها نتيجة الاحتكاك المباشر ما بين الفيكتيم والاسيلنت، تمام. حاجة مهمة برضو بدور عليها المنتال ستيتس بتاعت الاكيوزد اللي قدامي ده، هل في ايفيدنس اوف دراج انتيك عليه، الكحول انتيك، بلاحظ المانر اوف سبيتش بتاعته، بلاحظ السميل بتاعت الماوس والبريث بتاعه، يعني ايفيدنس انه كان واخد دراجز وقت الكرايم دي. بلاحظ حاجة مهمة جدا الايج بتاعه، لان في حاجة اسمها عندي اسمها فيسيولوجيكال امبوتنس، يعني تحت سن 14 سنة unable to commit الكرايم بتاعت الريب فيسيولوجيكال، تمام. فهو ايه يعني ممكن يطلع براءة بسبب القصة دي اصلا، تمام. الايج بتاعه لا يسمح، تمام، هو accused في الموضوع، تمام. طيب بعد ما خلصت باخد منه سامبلز، برضو بلاد سامبل مهم جدا عشان خاطر اعمل منه جروبينج واعمل منه دي ان اي بروفايل، هقارنه بالدي ان اي بروفايل بتاع السيمين ستين اللي انا لقيته عن الفيكتيم، تمام. بعد كده بعمل له لوكال اكزامينشن، ببص على البيوبيك ريجون، ببص هل في اثار بلاد على الجينيتال اورجانز بتاعته، فورين هير على الجينيتال اورجانز بتاعته. البينس نفسه بعمل منه بينايل ووش من السيرفيس بتاعه، بشوف هل في فاجينال ابيثيريال سيلز، بشوف البار بودس برضو مهم جدا. بعد كده باخد عينات من البيوبيك هير بتاعته وعينات من باقي شعر جسمه، يعني من الهيد هير، المستاش هير، الاكزيلري هير، عشان اتاكد الهير ده ينتمي لي ولا ينتمي للفيكتيم، تمام. بالاضافه طبعا للانفستيجيشنز اللي انا هعملها لو هو الليجد ان هو امبوتنس، الليجد ان عنده امبوتنس، اضطر افحصه هل في امبوتنس ولا لا. السيمينال ستينز اللي انا اخدتها من الفيكتيم لقيتها على الكلوزز بتاعتها، ممكن ماشي الاقيها فريش او درايد، ممكن الاقيها على البيوبك هير بتاعها فريش او درايد، ممكن الاقيها يعني طالعه من الفاجينال اوبننج، تمام. فلو لقيتها فريش ستينز باخدها بسيرنج، لقيتها درايد ستينز على السكين بعمل سواب من المنطقه دي واخدها، لقيتها ماتد على البيوبك هير بقص البيوبك هير ده واخده وافحص هل دي سيمين ولا لا. فبعمل بريليمينري تيست زي ما اخدنا في البلد بالظبط، بعمل مايكرو كيميكال تيست اشوف في كريستلز بتتجمع نتيجه وجود الكولين سابستانس في السيمين، بس هي موجوده في اذر بودي فلويدز، تمام. بس دي مش كونفيرماتوري، جاست تو اكسكلود بات نوت كونفيرم، يعني بعد ما تطلع بوزيتيف ريزلت منها هقول مي او مي نوت بي سيمين. بعد ما اقول طلعت بوزيتيف ريزلت بريليمينري هدخل على الكونفيرماتوري تيست، مينلي بعمل مايكروسكوبيكال اكزاميشن، بفرد فيلم وابص تحت الميكروسكوب فريش، بشوف السبيرم at least one complete sperm لازم الاقيه to confirm ان العينه دي سيمن. ما ينفعش اعتمد على ان في هيد لوحدها وان في تيل لوحده، الهيد تشبه الاوفا، تمام، لكن التيل تشبه الفايبر، فلازم الاقي كومبليت سبيرم ليه هيد وبودي وتيل عشان اثبت كده. طب هل لقيت النيجاتيف مايكروسكوبيكال اكزاميشن كده انا خلاص كونفيرم انها مش سيمن؟ لا، لان انا برضو بحط احتمال ان الشخص ده ممكن يكون اسبيرميك او ازوسبيرميك، او عمل ووشنج، حصل فلتريشن او ووشنج للاسبيرمنت اثناء البريبريشن بتاعه السامبلز بتاعته، تمام. فهو برضو مش معنى ان هو نيجاتيف يبقى العينه مش سيمن. فنلاحظ المهم ده الحاجات دي، الفرق ده مهم جدا بينه وبين البريليمينري. البريليمينري من الاول نيجاتيف اكسكلود انها سيمن، لكن مايكروسكوبيكال طلع نيجاتيف لا ما اقدرش اكسكلود، خلاص ان في احتمالات، تمام.
طيب هعمل ايه تاني؟ هلجأ لحاجات تانية. انا عارف ان السيمن عبارة عن فلويد ماتيريال وسبيرمز. طب السبيرمز ما لقيتهاش، بدور على الفلويد ماتيريال، بدور فيها على انزيمز، فبعمل انزيماتيك اناليسيس، اهمهم الاسيد فوسفاتيز انزيم. ده بشوف الكوانتيتي بتاعته، بعمل كوانتيتيف استيميشن، لو اكتر من 20 كينج ارمسترونج يونت برملي فده فعلا سيمن، لانه الانزيم ده ما بيتفرس بالكميات الكبيره دي في البودي غير في السيمن. هو موجود في اذر بودي فلويد بس بنسبه اقل بكتير، بتوصل بس 5 كينج ارمسترونج يونت برملي. طبعا ده تيست كويس جدا تو كونفيرم انها سيمن وكونفيرم ريسنت انتركوكس، يعني اول 12 او 24 ساعه بالكتير، بعد 48 ساعه الانزيمز دي بتتكسر وبتفقد قيمتها واهميتها في التست. طيب في حاجه تانية اسمه بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، ده عباره عن بروتين بيطلع من البروستات خاص بالبروستات، تمام؟ فبينفع او في الناس الاسبيرميك او ازيسبيرميك او عاملين فازيكتومي، يعني ده طالع على طول من البروستات نازل على ايه؟ على السيمن، تمام؟ طبعا ده حاجه سنسيتيف، حاجه سبيسيفيك للسيمن، برضه بتدل على ريسنت انتركورس او ال 12 ساعه. طيب بعد ما اتاكدت هو سيمن هقول ده بتاع هيومن ولا بتاع انيمال. طب بتاع احنا قلنا ممكن الليك دريب، فبيحصل بيجيب السيمن بتاع انيمال، تمام؟ فلازم اتاكد ده بتاع هيومن بالبريسبتين تيست او قبل كده بالمايكروسكوبيكال اكزاميشن. طبعا في سبيشال كاركترز تميز الهيومن عن الانيمال من سايز شيب فورم كده. طيب خلاص بعد ما اتاكدت ان هو سيمن وان هو بتاع هيومن، مين الشخص ده؟ ينتمي لمين؟ بعمل منه جروبنج، اشوف البلاد جروب بتاعه السيمن دي، بعملها بطريقه الابسوربشن ميثود، وهل هي متماشيه مع الجروبنج بتاع البلاد ستين اللي انا واخدها ولا لا. بعمل منه دي ان اي بروفايل، وهل هو متماشي مع الدي ان اي بروفايل اللي انا عملته من البلاد سامبل اللي انا اخدتها من الاسيلنت ولا لا، تمام؟ الدي ان اي ده حاجه مهمه جدا، بس ما بينفعش طبعا في الايدنتيكال توينز، ما بيديش، بيبقوا نفس الدي ان اي بروفايل بتاعها، تمام؟ قلنا في احتمال يقابلني ان هو الليجد امبوتنس، سواء من الاسينت نفسه اللي هو متهم في جريمه ريب، او من الوايف لو هي كليمنج فور ديفورس، وان السبب هو الامبوتنس اوف ذا هازبند. طيب ايه هو الامبوتنس؟ ممكن يحصل على فكره الميل والفيميل، الميل ان ايبل تو مينتين اريكشن اند كومبليت كويتس، بالنسبه للفيميل بيبقى في شكل سبازم او كونتراكشنز في الفاجينا فتؤدي الى فاجينيزموس او ديسبارونيا بين دورينج انتركورس. ده الفرق بين الميل والفيميل. طيب يعني مين الشخص اللي انا يعني هتبعته لي المحكمه وتقول لي اكزامين هل هو امبوتنت ولا لا؟ ايه الظروف اللي هتتبعت فيها القضايا دي؟ يعني امتى المان اكزامين فور امبوتنس؟ برضو في حالات الريب كده، لما هو يستغل القصه دي كديفنس لنفسه، يدافع عن نفسه بان هو امبوتنت، او الوايف كليمنج فور ديفورس بسبب الامبوتنس بتاع الهازبند، او في حالات الديسبيوتد باترنتي والفازر ادعى الامبوتنس، ده مش البريجنسي ده انا مش السبب فيه. طيب الوايف نفسها برضو ممكن تبقى بريجننت والهازبند يدعي ان هو امبوتنت، تمام؟ برضو احيانا بيحصل امبوتنس نتيجه اكسيدنس او فبيطلب تعويض كومبنسيشن، فبيحاول يثبت ان هو امبوتنت بسبب يعمل ريليشن بين الاكسيدنت والامبوتنس بتاعه ان ياخد كومبنسيشن، تمام؟ الامبوتنس ممكن يبقى فيسيولوجيكال زي ما احنا قلنا في الايج الصغير اقل من 14 سنه، ممكن يبقى سايكولوجيكالي وده بيتحسن مجرد ما بيشيل السبب اللي هو العامل ستريس او التنشن عند الشخص ده، الامور بتتحسن. لكن في اسباب باثولوجيكالي، يعني في حاجه في اورجانيك ديزيز، تمام؟ يعني في ديفورماتيز، في مالفورميشن في الجينيتال تراكت بتاعته احيانا بلاحظها اساسا وانا بعمل لوكال اكزاميشن للاسيرنت في حالات الريب، تمام؟ او بالانفستيجيشنز بلاقي عنده نيورولوجيكال كونديشن تؤدي الى امبوتنس، تمام؟ وهكذا. ففي الحاله دي بثبت فعلا ان هو امبوتنت وان هو مش هيقدر تو كوميت الكرايم بتاعه الريب بالنسبه لحالات الريب يعني.